أنا اسمي نادين النمري، صحفية من الأردن ومتخصصة بقضايا حماية النساء والفتيات من العنف. رح أقتبس من كلام لارا: يشعرني العيش مع زوجي وكأنني رهينة حرب، الضرب والشتائم والغضب المستمر، كل ذلك كاد أن يكسرني ويقودني إلى الانتحار. تطلب حصولي على حريتي جهداً استثنائياً ودعماً خارجياً، لأن فكرة المرأة المطلقة فكرة مرفوضة في عائلتي. يشكل العنف الذي يمارسه الأزواج وحتى أفراد الأسرة تهديداً يومياً يعرض حياتهن وصحتهن وكرامتهن للخطر، حيث أخبرتنا النساء والفتيات بأن العنف ضدهن بات ظاهرة اجتماعية طبيعية. كصحفية أعتقد أن لي دور أساسي في إبراز هذه القضايا وتسليط الضوء عليها والتأكيد على أننا نساء ومجتمع نرفض هذا الاتجاه. هذا الشيء مش طبيعي، هذا الشيء لازم يتوقف.